ازيكم يا جماعة؟ اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اكتر اسئلة بتتسأل في الانترفيو بتاع ديف اوبس. انا جمعت هنا 17 سؤال هتلاقوهم على الريبوزيتوري بتاعتنا ديف اوبس تولز دوكيومنتيشن جوه ديف اوبس انترفيو كويستشنز. الاجابات اللي موجودة معظمها من الاوفيشال دوكيومنتيشن، وفي منهم اوريدي احنا شرحناه في الفيديوز اللي فاتت. فالسؤال اللي جاوبنا عليه قبل كده في الفيديوز هتلاقوا لينك الفيديو والمنت اللي فيها الاجابة تحت السؤال. عايزكوا بقى كل واحد يتسأل سؤال في الانترفيو ومعرفش يجاوبه يسيب كومنت بالسؤال وانا هضيفه هنا بالإجابة. الأسئلة اللي ما تكلمناش عنها قبل كده هيكون في فيديو بيشرح كل واحد فيهم، زي الـ ECR والـ Vagrant والـ VPC وهكذا. في حاجة تانية ضفتها في ريبوزيتري للناس اللي بتشتغل على جوجل كلاود. لو جينا هنا في ريبوزيتري من برة هتلاقوا هنا جوه Terraform GCP 2 VMs، واحدة Ubuntu وواحدة Windows جاهزين بTerraform. والريدمي اللي هنا هتلاقوا فيه الستبس ازاي تستخدموهم ستيب باي ستيب. برضو للناس اللي ما استخدمتش جوجل كلاود قبل كده هيكون فيه فيديو تاني هنشرح فيه الكلام ده كله بالتفصيل. ده كان فيديو سريع وهيكون اخر فيديو في البلاي ليست دي. استنوني في فيديو جديد نبدأ بلاي ليست تانية ونتعلم حاجة جديدة. شكرا جدا، مع السلامة.